تماشيا مع البرنامج الطموح الذي سطره الفريق الإعلامي ارتئينا انطلاقة جديدة. برنامج شهري يسلط الضوء على القضايا الساخنة مع صناع القرار في الداخل والخارج. ضيف الفريق قريبا مع برامج وأشرطة وثائقية. نشرات أخبار وقراءات في الصحف. افتتاحيات وتعاليق سياسية وريبورتاجات. طبيعة اختيار الضيوف بمن يتقاسمون معنا الهم الوطني وأن يتقاطعوا مع خطنا التحريري كإعلام مقاوم. الفريق الإعلامي صحراوي في خدمة القضية الوطنية.